أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في شتى المجالات خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية. جاء ذلك خلال استقبال سموه حفظه الله اليوم في قصر الرفاع بحضور سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان مع الفريق أول قمر جاويد باغوا رئيس هيئه اركان القوات البريه الباكستانيه حيث رحب سموه برئيس اركان القوات البريه الباكستانيه مشيدا بالعلاقات المتميزه مع جمهوريه باكستان الاسلاميه ودورها في حفظ الامن والاستقرار الاقليمي وقد تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء بتسليم رئيس هيئه اركان القوات البريه الباكستانيه وسام البحرين من الدرجه الاولى الذي منحه اياه حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى القائد الاعلى حفظه الله ورعاه تقديرا لجهوده الطيبه ودوره البارز في تعزيز ودعم علاقات الصداقه والتعاون والتنسيق في المجال العسكري والدفاعي المشترك بين البلدين الشقيقين وتم خلال اللقاء استعراض عدد من التطورات والمستجدات الاقليميه والدوليه والقضايا ذات الاهتمام المشترك من جانبه اعرب رئيس هيئه اركان القوات البريه الباكستانيه عن امتنانه لجلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تفضله بمنحه الوسام مؤكدا شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام بفتح افاق اوسع في مسار العلاقات البحرينيه الباكستانيه